على بركة الله. إذن جماهيرنا متابعينا الكرام، ينطلق الشوط السادس لهذا المساء للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي تكافؤ ولمسافة 1400 متر، 14 راس مشارك في هذا الشوط. كل التوفيق للجميع. نتابع وإياكم الآن محاولة الاندفاع والتقدم من خلال أبرار ملك السيد حسين علي أحمد بوكنان، المدرب جاسم الغزالي والخيال جيبي جامبر. في ثاني المراكز مع طرابلس ملك السادة مربط رميلة والمدرب إبراهيم المالكي والخيال سليم غلام. من الجهة الداخلية متابعة قوية أيضا من فالح بغنيم مع زوزي والمهندس حسن علي عبد الملك العبد الملك والمدرب ديبي ماونتن. من الجهة الخارجية طنجة بوثيلة والسيد عبد الهادي مانع الشهواني الهاجري، المدرب ستيفانو أبيد والخيال ألبرتو سنة. هنا الجهات تتجه نحو المنعطف قبل الأخير في الشوط السادس لهذا المساء على المضمار العشبي في نادي السباقي والفروسية، والتوجه الآن نحو المنعطف الأخير. هنا إذن هنا الانعطاف الأخير بالشعار الأخضر والأحمر والكاب الأحمر في المقدمة مع أبرار، ولكن طرابلس أيضا ومحاولة، ولكن هنا متابعة وعد أيضا من الجهة الخارجية، سقوط هنا للأجدر سلامات إن شاء الله من خلال المشاركة مع دارين ويليامز. إذن نتابع وإياكم هنا اندفاع الجياد نحو المقدمة وزوزي مقدمة ومحاولة من المراقبة، الجماهير من الجهة الداخلية مراقبة من الجهة الخارجية، مراقبة في الأمتار الأخيرة والجماهير إلى المركز الأول والصدارة مع الشوط السادس. الجماهير والخيال بيير كونفرتينو وخطف الصدارة من الجميع، والف مبروك للسادة مربط انجاز والمدرب مبارك محمد الخيارين. نتمنى دائما السلامة لجميع المشاركين في هذا الشوط الأجدل و إذن هنا النتيجة النهائية والرسمية من قبل لجنة المعتمدين بالنسبة للشوط السادس للصدارة والمركز الأول مع رقم 4 الجماهير ملك السادة مربط إنجاز والمدرب مبارك محمد الخيارين الخيال بيير كونفرتينو. المركز الثاني لرقم 2 مراقبة ملك السيد خليفة بن شعيب بن خليفة الكواري والمدرب جاسم محمد الغزالي والخيال هاري بنتلي. بينما المركز الثالث لرقم 1 أمون ملك وتدريب السيد خالد ناصر حمد الفهد النعيمي والخيال إكسفيا زياني. المركز الرابع لرقم 13 وعد ملك السيد راشد بن مبارك الجفالي النعيمي والمدرب ماجد سيف الدين والخيال عدنان حوا. خامس المراكز لرقم 8 في هذا الشوط الزوزي ملك المهندس حسن علي عبد الملك العبد الملك والمدربة هنا ديبي ماونتن والخيال فالح بوغنيم. إذن ألف مبروك تهانينا للفائزين في هذا الشوط، ودائما نتمنى السلامة لجميع المشاركين في سباقات نادي السباقي والفروسية.